جمال بن محمد بن سليمان الكندي من ولاية نزوة، مدينة العلم والتاريخ. اهتم منذ صغره بجمع العملات القديمة، لكن سرعان ما تطور هذا الاهتمام إلى جمع الوثائق والمخطوطات وكل ما يتعلق بها. كانت بدايتي عام 1986، بداية في فقط جمع العملات النقود، لم يكن يعني مثلا حاليا كما تشوف الحين المقتنيات النحاسيات والتراثيات، أبدا كان فقط النقود. ثم بعد سنة 90 بدأت في شوية في المخطوطات والوثائق، وبعد التراثيات والأسلحة. ولكن في فترة توقفت تقريبا ما يقارب من 10 إلى 12 سنة أو 15 سنة، توقفت يعني شبه عن الهواية، والحمد لله الحين مستمر في الهواية وأيضا في البحث. يواصل جمال هوايته المفضلة منذ صغره من خلال بحثه وجمعه للمقتنيات النادرة، خصوصا ما يتعلق بتاريخ وتراث عمان العريق. هنا عندنا من المسكوكات المميزة، وهي المسكوكات الإسلامية التي ضربت بعمان. طبعا أقدم القطع اللي موجودة عندي تعود إلى 290 هجري، كتب عليها أحمد. من هو أحمد؟ هل هو أحمد بن حسين؟ هل هو أحمد بن محمد مثل ما ذكر أنه أحمد بن محمد الصفاري، أو أحمد بن هلال هو من بنو سامة؟ هنا عندنا درهم أيضا 299. هذا القطعتين موجودة نموذج، يعني قطعتين فقط، القطعة واحدة في متحف قطر الإسلامي، متحف قطر الوطني، وقطعة واحدة موجودة عندي. بعض يعني أيضا قطع لأحمد بن هلال إلى سنة 312. طبعا 312 هذه الوحيدة على مستوى العالم موجودة حاليا عندي، يعني يمكن ربما يكون عنده شخص ولكن لم تذكر. المحفوظة حاليا واحدة فقط هي 312، وهذه تصحح تاريخ سيرة أحمد بن هلال من بنو سامة. هنا عندنا الأسرة الوجيهية، يوسف بن وجيه، وأيضا عندنا محمد بن يوسف، وإلى عمر بن يوسف بن وجيه هو آخر واحد. هنا عندنا درهم نادر جدا، ما أقول نادر جدا وإنما شديد الندرة وفريد، وهذا ما أعتقد أنه موجود منه ثلاث قطع فقط في وزارة التراث، وأيضا أحد الأساتذة والمستشار الأستاذ عبد الله بن قاسم المطير يملك أيضا قطعة، والقطعة الثالثة عندي. طبعا ذكر ما فيها هذه القطعة عمر ابن محمد وتحت نبهان. طبعا من هو عمر ابن محمد؟ والضرب هذا كان 358. أهمية هذه القطعة لأنها تصحح تاريخ عمر بن محمد، هو الإمام عمر بن محمد ابن مطرف الحداني، وهذا الدرهم هو قرمطي. يعني قيل ما أن عمر بن محمد بن مطرف تم تنصيبه من قبل، يعني تم تنصيبه أيام حرب القرامطة، والتاريخ 358. وما يذكر في عمان أن 300 من 280 إلى 320 حكمه، هذا غير صحيح، لأن 3 من 280 كانوا بنو سامة، وأيضا كانوا الدولة الوجيهية. طبعا هذه القطعة فريدة جدا. أيضا عندنا من القطع المهمة جدا عندنا درهم بنو رسول للسلطان المظفر يوسف ابن المنصور. هذه القطعة الثانية، القطعة الوحيدة اللي كانت معروفة موجودة في الجمعية الأمريكية للنقود بنيويورك. طبعا هذه القطعة الثانية، وهذا الدرهم ضرب سنة 689 هجري بظفار ذكر عليه كلمة ظفار، وهذه ثاني قطعة الحين تذكر، والحمد لله رب العالمين على أن حصلت على هذه القطعة. هنا عندنا قطعة مهمة جدا، وإن كانت تتوفر، كتب عليها روح. من خلال متابعتي لهذه الشخصية روح، هو طبعا هذا الفلس ضرب سنة 73 و100 للهجرة بأفريقية. أفريقية وين الحين؟ هي تونس. المهم في هذا الفلس ذكر روح. طبعا إذا جينا إلى عمان في القرن الثاني الهجري، لم يصك أي دنانير أو دراهم تعود إلى القرن الثاني الهجري سوى فلسين. الأول ضرب سنة 141، والثاني ضرب سنة 151. الأهم عندنا اللي هو ضرب سنة 141. ما جاء فيه من المأثورات، بسم الله، ضرب هذا الفلس بصحار سنة 41 و100. هنا أول مرة تذكر صحار في هذه القطعة، من أهمية هذه القطعة. طبعا للأسف أن هذه القطعة غير موجودة في عمان، موجودة في أحد الجامعات الألمانية. أيضا جاء على الظهر
كتب عليه مما أمر به الأمير روح بن حاتم. من هو روح بن حاتم؟ طبعا للأسف نحن يذكر في عمان شخصية غير معروفة لم يتطرق إليها أحد من الباحثين. من هو روح بن حاتم؟ الحين روح بن حاتم هو أحد الأمراء الذين حكموا أفريقيا بعد وفاة أخيه يزيد سنة 170 هجري. وهنا عندنا قطعة ليزيد، يزيد ابن حاتم. من هو يزيد ابن حاتم ومن هو روح ابن حاتم الذي جاء ذكره في فلس صحار؟ طبعا روح ابن حاتم هو روح ابن حاتم ابن قبيسة ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي. طبعا الشخصية شخصية عمانية وليست كما يذكرها بعضهم أن شخصية تعود لأحد الأقاليم. هذه روح بن حاتم هو شخصية عمانية، للأسف أن هنا في عمان تذكر أنها شخصية غير معروفة ولم يتطرق إليها أحد من الباحثين، ولكن حسب الكتابات كتبه ابن الأثير أن روح بن حاتم كان واليا على السند وتم عزله من قبل الرشيد وسيره إلى أفريقية، وتوفي في أفريقية ودفن بالقيروان بجنب قبر أخيه يزيد. طبعا إذا قلنا من هو المهلب، طبعا هذه الأسرة ما زالت إلى يومنا هذا لها دورها في عمان. في من؟ طبعا في حضرة صاحب الجلالة، لأن صاحب الجلالة يعود نسبه إلى المهلب ابن أبي صفرة اللي هو كنيته أبا سعيد، يلقب أبو سعيد، طبعا هما البوسعيدي. وها هو الآن يمتلك متحفه الخاص في المنزل الذي يحوي الكثير من المقتنيات النحاسية والفخارية والحجرية والحلي الفضية. أيضا عندنا النحاس، ولا ننسى أن النحاس يعود إلى في عمان يعني من فترة حضارة ما يسمى ماجان، حضارة ماجان اللي أطلق عليه السومريين. كما يشارك في المعارض المتنقلة ويطلق على معرضه المشارك بيت قرش نسبة للبيت الذي ولد فيه بحارة ردة الكنود بولاية نزوة. طبعا سميت المعرض مالي أو المتحف مالي سميته بيت قرش، وهذا تيمنا ببيت جدي محمد بن سليمان الكندي. طبعا أنا ولدت أيضا في بيت قرش، ومن هناك انطلقت إلى حب للتراثيات وللأثار وأيضا دراستها، ليس فقط اقتناء وإنما أيضا دراستها. ويعني أهم حاجة في الهواية ليس فقط الاقتناء وإنما أيضا إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة لكل قطعة. يعني البعض منهم يجمع بهذه القطع وللأسف يعطيها معلومات مغلطة. الحين نحاول الحمد لله رب العالمين يعني مستمرين في تعريف القطع بالطريقة الصحيحة وتاريخيا من ناحية التاريخ، من ناحية المعلومات الصحيحة والدقيقة. لا يزال جمال يواصل بحثه وجمعه للمقتنيات النادرة، ويسعى بأن يحقق حلم امتلاكه لمتحفه الخاص، ليستطيع من خلاله عرض جميع مقتنياته وإكمال رسالته في نشر تاريخ وثقافة وتراث عمان. هنا مجرد تصحيح لاسم هذا السيف، للأسف أنه يطلق عليه سيف يماني وهو ليس يماني، وأيضا يطلق عليه سيف اليعاربة وهو يعني كان موجود هذا الطراز قبل اليعاربة، قبل دولة اليعاربة، ويطلق عليه أيضا سيف البرتغاليين وهذا السيف موجود قبل الاستعمار البرتغالي لسواحل عمان. هذا السيف هو من الطراز الإسلامي الأول ويصنع، وهو سيف عماني أصيل تمت صناعته من بداية صدر الإسلام حتى توقف تقريبا قبل 300 سنة فقط ليدخل عندنا السيف اللي هو معروف عندنا بما تسمى بالكتارة أو السيف ذو اللي هو بدون واقع اليد. هذا هو السيف العماني الأصيل، هذا الشكل، هذا السيوف العمانية الأصيلة. طبعا هذا السيف غير يماني، هو سيف عماني 100%. كتب عليه هنا في على القائم نصر من الله و فتح قريب الآية. طبعا معظم السيوف فيها الآيات اللي هي نصر من الله وفتح قريب وأيضا إن فتحنا لك فتحا مبينا.